للمزيد من المتابعه ينضم الينا عبر الهاتف الدكتور علي الادريسي الخبير الاقتصادي. تحياتي لك دكتور علي. في ظل نجاح السياسات الاقتصاديه والماليه الدوله المصريه وتحقيقها للمستهدفات التنمويه، تاتي عوده انضمام مصر لمؤشر جي بي مورغان بعد انقطاع دام اكثر من 10 سنوات، كيف ترى ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك والساده المشاهدين. خلينا نقول طبعا ان هي شهاده ثقه جديده في حق الاقتصاد المصري، وكمان يمكن دخولنا للمؤشر في التوقيت دوت بتعتبر يعني امر جيد جدا، لان احنا شايفين يمكن على الصعيد العالمي فكره التحرك من جانب الفدرالي الامريكي، بعض التخوف بالنسبه لتهديد اسعار الصرف في الاسواق الناشئه، فبالتالي دخول مصر في هذا المؤشر هيقدر ان هو يستقطب جزء كبير جدا ويعمل نوع من انواع التنوع بالنسبه للاستثمارات الاجنبيه في ادوات الدين الحكومي، هيقدر ان هو يخفض بالنسبه لتكلفه الاقتراض من المؤسسات الماليه، وبالتالي ده هيقدر ان هو يعزز بشكل كبير جدا المصادر الدولاريه الخاصه باستثمارات الاجانب في ادوات الدين الحكومي بجانب المصادر الدولاريه غير مولده التكلفه او لدين، اللي يمكن شفنا فيها نوع من انواع التحسن بشكل كبير. حضرتك زي ما انت قلت احنا يمكن كنا اوريدي في المؤشر بالفعل، وانقطعنا عنه او ابتعدنا عنه في 2011 بعد انقطاع 10 سنوات. الدولة استمرت في عمل خلال الثلاث سنوات الماضية للعودة لهذا المؤشر مرة أخرى، ويمكن ساهم بشكل كبير الجزء الخاص بكفاءة إدارة الدين العام، بجانب طبعا إن احنا أول دولة على مستوى الشرق الأوسط تبتدي إن هي تصدر السندات الخضراء، واللي كان ليها دور مهم جدا اللي قدرت إن هي تكسب حوالي ثقة 90% من المستثمرين الأجانب اللي أيدوا دخول مصر وعودتها مرة أخرى لهذا المؤشر الهام. دكتور علي، كيف يمكن أن تستثمر مصر انضمامها لمؤشر جي بي مورغان في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله في كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية وأيضا على المواطن المصري؟ احنا اوريدي هيبقى في عندنا حجم اصدارات يقدر بحوالي 14 اصدار بقيمه 26 مليار دولار، ال 26 مليار دولار بجانب التحسن في المصادر الدولاريه هيقدر ان هو بشكل كبير يعزز من سعر صرف الجنيه المصري امام العملات الاجنبيه بشكل عام، هيقدر يساهم بشكل كبير على احتواء معدلات التضخم في ظل حاله من حالات الارتفاعات الشديده في معدلات التضخم على مستوى العالم، وبالتالي فكره ان يحصل تراجع نسبيا في معدلات التضخم واحتوائه هيقدر ان هو ينعكس بشكل ايجابي على القوى الشرائيه للعمله، هينعكس على مستوى معيشه المواطنين، وبالتالي ده هيبقى عائد اقتصادي واجتماعي مهم جدا خلال الفتره اللي جايه، بجانب كمان ان شهاده الثقه دي جايه في التوقيت اللي البعض كان بيشكك على قدرة الاقتصاد المصري في التعامل مع الأزمة الحالية المرتبطة بتداعيات كورونا والأزمة الجديدة المرتبطة ببعض الإخفاقات بالنسبة للاقتصادات الكبرى على مستوى العالم، سواء على مستوى الاقتصاد الأمريكي معدل التضخم الأكبر على مدار 30 سنة، شايفين منطقة اليورو معدل التضخم هو الأكبر على مدار أكثر من 20 سنة، وبالتالي كلها تحديات كبيرة جدا على الاقتصاد العالمي، لكن الاقتصاد المصري بإذن الله قادر على مواجهة هذه التحديات. ماذا عن الاستثمارات الأجنبية في مصر؟ هل من وجهة نظرك أن هذا الانضمام من الممكن أن يشجع المستثمر الأجنبي في الاستثمار بشكل أكبر في مصر في الفترة القادمة؟ اعتقد ان ده هيبقى باذن الله موجود، سواء بنتحدث عن استثمارات غير مباشره في سوق الاوراق الماليه او على مستوى الاستثمارات في ادوات الدين الحكومي او حتى على مستوى الاستثمارات المباشره، لان ده كمان بيحمل توقعات ايجابيه بشان كفاءه اداره الدين العام، بشان معدلات النمو الاقتصادي اللي شفنا يمكن تعديل من جانب صندوق النقد الدولي لمعدلات النمو الاقتصادي في مصر اللي تصل لحوالي 5.6% في العام الحالي، وبالتالي المستثمر بيبقى مهم بالنسبه له ان يكون هناك توقعات ايجابيه بشان الاقتصاد اللي بينوي الاستثمار فيه، وباذن الله مع الجهود اللي الدوله بتبذلها نستطيع ان احنا نجذب قدر اكبر من الاستثمار. اشكرك شكرا جزيلا الدكتور علي الادريس الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك.